من كييف غيث مناف مراسل القاهرة الإخبارية يطلعنا على مزيد من التفاصيل حول هذه التصريحات، تصريحات تتبعها أو جاءت في وقت تقدم فيه الولايات المتحدة الأمريكية مساعدات بأحجام وأعداد كبيرة ومتنوعة عسكرية لمساندة أوكرانيا في حربها ضد روسيا. زميلي محمد، بالفعل حتى هذه اللحظة يعتقد الأمين العام الأطلسي أن أوكرانيا ماضية في الصمود تجاه التقدم الروسي مطالبا إياهم المزيد من الدعم حلفي الشمال الأطلسي بالفعل، وعدم الاعتماد فقط على المساعدات الأمريكية والبريطانية، مؤكدا أن الدول الأوروبية أو دول الاتحاد الأوروبي لم يقدم الدعم المطلوب لصمود أوكرانيا تجاه التوغل الروسي المستمر. وأشار أيضا في الوقت أنه لم يفت الأوان لانتصار أوكرانيا، كما أشاد بالدعم الأمريكي والبريطاني والألماني والهولندي والتي يقدر بالمليارات اليوروهات والدولارات. بالإضافة إلى ذلك هو أشار بأن التقدم الروسي هو ليس بالتقدم الكبير، كما أشار بأن القوات الأوكرانية هي ماضية في الدفاع عن المناطق التي يسيطر عليها الآن، على الرغم من أن هناك بين الحينة والأخرى تقدما روسيا. بالإضافة إلى ذلك هو أشار بأن على الصين التوقف عن دعم الاتحاد الروسي في حربها ضد أوكرانيا، إذ كانت تريد أن تكون لها علاقات جيدة مع الدول الغربية ومع حلف شمال الأطلسي، وعدم الاعتماد أيضا، وطالب الاتحاد الأوروبي عدم الاعتماد على الموارد الصينية. هذا هو تصعيد آخر من نوع جديد يقوم به حلف شمال الأطلسي تجاه الدول التي هي أيضا تعتبر مهمة في آسيا مثل الصين، كون أن الصين هي تقوم بتغذية الاتحاد الأوروبي والدول الغربية بالكثير من المواد الأساسية التي تحتاجها بالفعل، وهذا الشيء الذي يمكن أن ينذر بخطر جديد في قارة آسيا. أيضا حلف شمال الأطلسي الآن يحذر من تصعيد جديد يقوم به الاتحاد الروسي من خلال بيلاروسيا في اطروحات يوم أمس، حيث أشار رئيس الأركان العسكرية في منطقة ليتوانيا بأن ما جاء من لسان بيلاروسيا هو عار عن الصحة، ولم تقوم ليتوانيا بإرسال أي طائرات مسيرة تجاه الأراضي البيلاروسية. لكن بالتأكيد هذه المساعدات التي أرسلت إلى أوكرانيا تعطيها نفسا جديدا للاستمرار في هذه الحرب ضد روسيا. أشكرك، شكرا جزيلا غيث مناف من كييف، شكرا جزيلا لك.